يا عم فوزي ركز معايا اعمل معروف. سين تربيع زائد صاد تكعيب، تكعيب مش تربيع. أنا متأكد إن الجواب بتاعه هو اللي صح. طب اسمع، حل المسألة وأنا هكلمك بعد 5 دقايق. السلام عليكم. عليكم السلام. ما تعرفش حضرتك فين شقة الأستاذ عزازي؟ عزازي؟ ما في حد عندنا اسمه عزازي؟ هو حضرتك ما تعرفوش ولا إيه؟ ده ساكن هنا بقاله شهر. آه ساكن هنا. طب يمكن تلاقيه في شقه من الشقق المفروشه اللي فوق. طيب. شكرا. ايوه فوزي انت لسه معايا؟ اسمع اسمعني بس، حل المساله وانا معاك على الخط. ما تخافش يا سيدي، قبل ما يغبى عليك لو المكالمه طولت انا هدفع لك ثمن المكالمه من جيبي. مبسوط؟ يلا حبيبي. ها ولا جائز. ده ناقصك نصها القاعه بايدي اللي هتناقش فيها رساله الدكتوراه بتاعتها. هي دي الازواج ولا بلاش؟ تفضل حسن. يا ترى شعورك ايه وانت بتوضب بنفسك القاعه؟ اولا انا حاسس ان الليله دي ليله فرح. اخيرا ميرفت هتناقش رساله الدكتوراه بتاعتها وهتتفرغ لبيتها ولجوزها اللي هو انا. يا ترى لما كنت انت بتناقش رساله الدكتوراه بتاعتك لقيت حد يساعدك بالشكل ده؟ لو كانت ميرفت متجوزاني اياميها كانت عملت معايا اكتر من كده. وتنصح بايه الازواج اللي عندهم زوجات بيحضروا للماجستير والدكتوراه؟ دي نقطه مهمه جدا. انصح كل زوج انه يتعلم الكنس والطبخ والمسح والغسيل ويبطل يناقش مراته في البيت لغايه ما تخلص هي كمان رسالتها اللي بتناقشها في الجامعه. عن اذنك بقى هروح اجيب مراته واجي لكم على طول. دكتور كمال، صفتك الصديق الشخصي لدكتور حسن، يا ترى عملت ازاي وساعدت مراتك في رساله الدكتوراه بتاعتها؟ بالتاكيد يمكن كمان اكون عملت ما هو اكثر من كده يعني. طبعا يعني الحكايه مش حكايه ان انا اشوف لها قاعه لمناقشه الرساله او احضر شويه ورد او الكلام ده او اطبع الرساله على الكمبيوتر، دي حاجات بسيطه كلها. انا قدمت لها ما هو اهم بكتير. اللي هو الاهم بكتير يعني حضرتك عارفه طبعا موضوع الرساله اختيار، موضوع الرساله ده مساله مهمه جدا بتحتاج لاخذ ورد ومناقشه ووقت كتير بيني وبينها، اتكلمنا فيها كتير قوي الى ان استقرينا على الموضوع وابتدينا نفكر بقى في المرجعيه اللي نعتمد عليها بحيث انها تقدر تلاقي وفره من المرجعيات وتعتمد عليها في تحضير رسالتها. كان في مجموعه كبيره جدا من اسماء للمراجع الهامه ابتدت تشتغل عليها في 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 مساله مهمه قوي اجرائيه شويه لكن لا اهميتها. زي اليوم ده لازم نعمل له بروفات تدريبات لمناقشه الرساله بينها وبيني كاننا امام اليوم المهم اللي هو زي النهارده ده، فعملنا بروفات كتيره قوي بالاضافه الى ان انا كنت بوفر لها حالات ونماذج لحالات في اثناء فتره العلاج لتكون معاها يعني مساعد. ايه؟ ما حصلش. وايه اللي ما حصلش؟ كل ده ما حصلش. ده انت ناقص كمان تقول ان انت عملت لي الدكتوره بتاعتي من اولها لاخرها. ما ده اللي حصل بس ما كنتش ناوي اقولها قدام التلفزيون. حضرتك الدكتوره سهام مش كده؟ دكتوره منين بقى حضرتك؟ ما الاستاذ اهو اللي لسه طالع قدامك جردني من الدكتوراه بتاعتي. احب اقول لكل زوجه بتحضر الدكتوراه انها تاخد اجازه من جوزها سنتين ثلاثه وما ترجعش البيت الا وهي معاها المرتبه. بتبصي لي كده ليه؟ قصدي مرتبه الشرف طبعا. جاب سهام منطق في مناقشه رساله الدكتوراه بتاعت ميرفت. انا اللي قلت لها يا بابا. انت؟ ايوه بس ما كنتش عارفه ان انتوا هتتخانقوا قدام التلفزيون. كده برضه عاجبك اللي حصل؟ عاجبك التهزيق قدام كاميرات التلفزيون؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عند مين من السكان؟ كنت ببيع شوية شامبوهات وصابون سائل للمطبخ والحمام. أيوه أيوه أيوه، أنت اللي جه زميلك هنا الأسبوع اللي فات وباع شوية شامبوهات وحاجات بايظة للسكان. ولا زميلي ولا أعرفه. ولا تعرفه؟ طب يلا 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 يا أخويا. طيب ما تزوقش. يلا ما عدتش تيجي هنا تاني. ربنا ما يجعلك مقطعين أرزاق. ايه اللي مالك فيه وزعلان؟ البواب اللي عندكم مش عايز نبيع شويه شامبوهات على صابون سائل للمطبخ والحمام. ليه يا ابني كده ليه؟ وريني يا ابني معاك ايه وريني. يلا يوريك ايه يا حاج انت؟ هتقف تشتري على السلم ولا ايه؟ يلا يلا. ايوه خلي الراجل غلبان يسترزق. يسترزق ده يا حاج هو ده وقته والله. وبعدين بقول لك ايه انت هتضيع القرشين اللي معاك على شويه شامبوهات. يلا يا حاج ده انت وراك مشاريع ياما. يلا يلا. ايوه معاك حق فعلا. يلا معلش يا ابني مره تانيه. السلام عليكم. معلش يا ابني ربنا يفتح عليك كمان وكمان ويرزقك بالحلال. مع السلامه. مع السلامه. يا سلام، يوم جميل وصباح جميل، كل الحاجات الحلوه جت في شرغه واحده. الصبح تراخيص الجمعه تجيني وبالليل ميرفت تاخد الدكتوراه. ايه الهنا اللي احنا فيه ده؟ ده لولا خناقه سهام النهارده كان بقى احلى يوم في حياتي. انا كمان كان ممكن يكون ده احسن يوم في حياتي، بس انا لو اعرف ان سهام جايه ما كنتش خرجت من اصله. يلا يلا انا هدخل انام. تصبحوا على خير، كملوا انتوا بقى الليله السعيده دي. وانت من اهله. مين اللي جاي؟ انتوا جيتوا؟ ايوه جينا. انت كنت فين يا ابني؟ كنت في الاجزخانه، اصل انا طلبت دواء بالتليفون واتاخروا عليا. وفين بقى يا حبيبي الدواء اللي انت رحت تجيبه من الاجزخانه؟ الدواء اصل لقيت الاجزخانه قافله. الاجزخانه يا اخويا ما تقفلش طول الوقت. هي قفلت. هو تحقيق ولا ايه؟ لا 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 لا، هتتخانقوا مع بعض ولا ايه؟ امكم تتخانق مع ابوك وانتوا بتتخانقوا هنا؟ ده وجع دماغ. انا هخش انام عشان هصحى بدري قبل ما اقول. بقى رحت تجيب الدواء ها؟ ايوه. يا الله الواحد هلكان. خرجت طالعه تتحت عندك. فين؟ فلوسي! أنا اشتريت! فلوسي! يا كمال! الحقني يا كمال! أنا اشتريت يا كمال! فلوسي راحت والمشروع باظ يا كمال! ده كلام يا أستاذ عبد المنعم؟ في حد في الدنيا يشيل 160,000 جنيه جوه التلاجة؟ أيوه يا حظ ظابط، يعني أنا افتكرت الفلوس في التلاجة مش هيخطر على بال الحرامي أبدا. طب يا حاج أهو خطر على باله ولطش الفلوس. ايوه يا دكتور بقى انت هتأنبني وانا مسروق. مش قصدي أأنبك يا حاج، مش قصدي. أنا عايز أقول يعني إن عدم إنك تشيل الفلوس في البنك ده غلط. خلاص حكاية إن الناس تشيل الفلوس في البيوت وتحت البلاطة، الكلام ده يا حاج بطل من زمان. إحنا بصراحة يا جماعة قدام لغز كبير جدا. أولاً الشقة اتفتحت بالمفتاح. ثانياً الشقة ما اتسرقتش غير في الكام يوم اللي اتحطت فيهم الفلوس جوه الشقة. ثالثا وده الأهم، إن الحرامي ما سرقش أي حاجة تانية غير الفلوس، وما دورش في أي مكان غير في أوضة الأستاذ عبد المنعم. ده معناه اللي سرق الفلوس كان عارف مكان الفلوس متشالة فين، وكمان معاه مفتاح للشقة. وده معناته إيه بالظبط يا حضرة الظابط؟ أنا آسف يا دكتور، كل القرائن بتؤكد إن اللي سرق الفلوس ممكن جدا يكون واحد من أهل البيت. واحد من اهل البيت يعني ايه يا حضرة الظابط؟ بتسأل عن ايه بس يا حاج؟ بتسأل عن ايه الله يخليك؟ هيكون مين يعني؟ انا ولا حد من احفادك؟ ايوه صحيح يا حضرة الظابط، يعني هيكون ابني ولا حد من احفادي؟ دكتور كمال، انتوا عندكم شغالة في البيت؟ لا مش شغالة، احنا عندنا تقدر تقول مديرة منزل، كلنا شغالين عندها. بتثق في أخلاقها وأمانتها؟ نثق في أخلاقها وفي أمانتها جدا. وبعدين هي ما كانتش موجودة في البيت ساعة السرقة. كلنا كنا معاها بنحضر مناقشة رسالة الدكتوراه بتاعتها. أهي دي معلومة جديدة. يعني معنى كده إن اللي سرق الفلوس كان عارف إنكم كلكم خارجين برابطة المعلم. ده اللي بيخليني أقول إن اللي سرق الفلوس واحد من البيت، أو على الأقل خالص له علاقة بحد من البيت. يلا يا ميرفت، العشاء جاهز. فعلا أنا جعانة. إيه ده؟ مش معقول. هو إيه اللي مش معقول؟ أول مرة أشوفك لابسة زي بقية الستات. قصدك زي بقية العرايس؟ ولما أنت عندك لبس حلو بالشكل ده ما لبستهوش من الأول ليه؟ دكتورة ما كانتش مخلياني أفكر في موضوع اللبس ده خالص. تعرفي إن ذوقك حلو؟ بس ده مش ذوقي أنا، ده ذوق زميلتي بوسينة. أكيد جابتهولك هدية في عيد ميلادك. لا، كانت بتلبسه لجوزها ولما اتطلقت بقت مش محتاجاله. مش شايفة إن ده فعل وحش؟ إيه الأفكار الرجعية دي؟ عشان اتطلقت بالقميص يبقى أنا هتطلق بيه؟ إحنا ممكن نتطلق لأسباب تانية خالص. ما بلاش سيرة الطلاق في ليلة حلوة زي دي، ده أنا ما صدقت إنك خدت الدكتوراه عشان تصحصحي لي شوية. معاك حق. عارف يا حسن، أنت دلوقتي بس تستحق تاخد مكافأة نهاية الخدمة. نهاية الخدمة؟ قصدي مساعدتك ليا في الدكتوراه. طب يلا بينا بقى على اوضتنا قبل ما تغيري رايك. بس احنا لسه ما اكلناش يا ست. ما احنا بناكل كل يوم، والليله دي عايزين نعمل حاجه مختلفه شويه. تعالي بس. ايه ده؟ هو ده وقته؟ طب ايه رايك انا مش هفتح الباب؟ لا يا حسن، مش يمكن تكون حاجه مهمه. روح افتح. ده كمال يبقى اكيد جاي يبارك لي على الدكتوراه. يبارك لك ايه؟ ده كان معانا هناك وبارك لك مليون مره. هتفضل واقف تتكلم وسايبه كده على الباب؟ اهلا يا كمال. ايه في ايه؟ والله في ايه؟ ايه في ايه؟ نعم. ما داعي اكون جيتكم في وقت غير مناسب ولا حاجه. هو فعلا غير مناسب. معلش يا جماعه، انا متاسف. اصل الحقيقه انه الشقه عندنا اتسرقت. هو ما تتسرقش غير الليله دي يعني. الله، ايه بقى يا حسن؟ وانا يعني كنت هقول للحرامي تعالى اسرق النهارده ولا بكره؟ هحدد له الميعاد. طب وفي حاجه مهمه اتسرقت من الشقه؟ ال 160,000 جنيه تمن بيع الارض بتاعت ابويا. طب والكتب بتاعتي؟ كتبك ايه بس يا ميرفت؟ يعني الحرامي هيسيب ال 160,000 جنيه ويسرق الكتب بتوعك يا ميرفت؟ الحمد لله انها ما اتسرقتش. بقول لك ايه يا كمال، بلغ الولد العزيز ان انا من بكره الصبح هكون تحت امره. ها؟ عايز محامي اجيب له، ابعت مشكلته لبرنامج بين الناس، ما عنديش مانع. نلم له قرشين من اصدقائنا، فكره مش بطاله. ما تسيبني الليله دي، الليله دي بس يا ابو كمال. ايه في ايه يا حسن؟ عموما يا سيدي انا مش عايزك انت. الحمد لله. انا عايز ميرفت. ميرفت ليه؟ مطلوبه في الاسم. اسم؟ ايوه، ما فيش حد من خارج الاسره معاه مفتاح يفتح الشقة إلا هي ميرفت. الظابط بقى بيشك إن حد يكون سرق منها المفتاح ونسخ عليه نسخة. والكلام ده ما ينفعش بكرة الصبح؟ لا، لازم الليلة، لأنه المحضر لابد يتقفل الليلة. 10 دقايق أغير هدومي وأنزل معاك. الله الله، أنت ناسي إننا كنا هنتعشى سوا؟ معلش يا حسن، أبقى آخد أي حاجة تيك أواي من الاسم. عاجبك كده يا أبو كمال، عاجبك كده. لا ده اجمد شويه. ما تغيري في ايه؟ روح اعمل لي شويه شاي على ما المدام تغير هدومها. شاي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. الله، ما تشد حيلك امال يا استاذ عبد المنعم. يا راجل معقول مجرد 160,000 جنيه خلوك ترقد الرقده دي؟ امال عايزني انا ما ده مني كام ارقد؟ بصراحه يا استاذ شوكت، يعني 160,000 جنيه مبلغ مش قليل. أنا أعرف ناس ممكن ترقد في 5 جنيه. واعرف ناس ممكن ترقد في 160 قرش. كله منك انت يا استاذ مخلص، انت اللي عرفتني على ابو سريع ده. لا وابو سريع هو اللي قال لك تحط فلوسك في الثلاجه؟ وانت ايه اللي يخليك تحط فلوسك في الثلاجه؟ انت خايف عليها تحمض. انا من الاول حاسس ان الفلوس دي حرام وكان لازم تضيع. لا بلاش الكلام ده، خلينا نتكلم بشكل منطقي. هل وانتم مش موجودين في العماره في حد غريب دخل؟ يعني ما سالتش البواب؟ باب مين؟ هو الباب ده بيقعد في العماره ابدا، ده طول النهار عمال يلف على الشقق اللي بيسكنها مفروش عشان يحصل من اصحابها السمسره. استنى يا استاذ عبد المنعم، انا افتكرت حاجه مهمه قوي. افتكرت ايه؟ وانا نازل رايح اذاكر مع الاستاذ فوزي شفت واحد غريب كان بيسال على حد في العماره اسمه العزازي، قال انه ساكن في العماره وكان واقف في الدور بتاعكم. عزازي؟ احنا في حد في العماره ساكن اسمه عزازي؟ ما انا عشان كده ما استريحتلوش. هو شكله ايه الراجل ده يا استاذ شوكت؟ هو على ما اذكر كان طويل شويه، شعره اسود وفيه خصله بيضه من قدام، وكان لابس بنطلون اسود وسويتر اسود. الله، دي نفس اوصاف الراجل بتاع الشامبو. مين بتاع الشامبو ده؟ ده قابلناه على السلم واحنا راجعين وكان شايل معاه شامبو وحاجات عاوز يبيعها للسكان. الله الله، يبقى الشنطه اللي كانت على كتفه هي شنطه الفلوس وسبته يهرب مني. اهدى بس يا استاذ منعم، اهدى، احنا لسه ما تاكدناش ان هو الحرامي. انت كنت فين يا شوكت وقت ارتكاب الجريمه؟ قصدي كنت فين؟ يعني انت شفت الراجل ده حوالي الساعه كام يعني؟ والله يا فندم كانت حوالي الساعه 9:15. وانت رجعتوا من بره الساعه كام يا استاذ؟ الساعه 10:30. بس يبقى هو الحرامي طبعا، هو مش معقول يقعد في العماره 1:15 طالع نازل عشان يسال على واحد ساكن اسمه عزازي. ساعه ما شفته انت كانت الشنطه معاه ولا لا؟ بصراحه لا. بس خلاص كده كل شيء وضح. يبقى انت ساعه ما شفته ما كانش لسه سرق. انتوا لما قابلتوه وانتوا راجعين كان في هذه اللحظه سرق ونزل على السلالم. ايوه هو فعلا، مش بقول لك هو الحرامي والشنطه كانت على كتفه وسبته يهرب مني. يبقى السؤال الهام، الراجل ده جاب منين نسخه لمفتاح الشقه؟ انت عرفت ان الحرامي اللي سرقنا كان معاه نسخه من مفتاح الشقه؟ ايوه عرفت. طب ما تفتكر انت اديت المفتاح لمين؟ اشمعنى انا؟ ما كلكم معاكم مفاتيح الشقه. ايوه بس انت الوحيد اللي بتخرج في اوقات غريبه وبترجع في اوقات غريبه. اوعي تقولي الكلام ده لبابا، فاهمه؟ مش هقول لبابا، بس حاول تفتكر كده بيني وبينك مين اللي ممكن يكون ضحك عليك وخد منك مفتاح الشقه؟ انا مش نونه ولا عيل صغير عشان حد ياخد مني مفتاح الشقه. صدقني يا سعاده البيت مش هتلاقي شقه زي دي ب 700 جنيه ابدا في الشهر. وبعدين يا راجل ده انت هتبقى في العماره عندي وتحت عينيا. ايوه 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 بقول لك ايه، ابقى شاور المدام ورد عليا على النت. الموقع www.com/transit takeaway. ما تبقاش تنسى كده شوط يورو كده. ايوه السلام عليكم. صليت ما شفتش مدام ناديه؟ مدام ناديه سابت الشقه من امبارح بالليل. ايه؟ سابت الشقه؟ ايوه. اوعى تشيله من بقك غير لما اقول لك. يا جدو 390. ايه 390 دي؟ انت بتقيس بالفهرنهايت؟ هي تلاقيها 39 وانت حطيت قدامها صفر. هي يعني 39 حلوه؟ بابا قال لي ما اقومش من جنبك غير لما توصل 37. جدو، في ناس بره عايزه تشوفك. انا مش عايز اشوف حد، بس الحد اللي واقف بره دلوقتي قدام الاوضه يهمك جدا انك تشوفه. مين؟ بتاع الشامبو؟ لا، حد احلى شويه من بتاع الشامبو. اتفضلي يا مدام. الف سلامه عليك يا عبده. فريال، امل هي اللي قالت لك. هي اتصلت بيا وقالت لي انك تعبان، بس ما قالتليش اجازورك. عمر، ما تيجي انا عايزاك بره شويه. لسه ما وصلتش 37. هتوصل دلوقتي. شفت اللي حصل يا فريال؟ اللي حصل يا عبده ما يوقعكش بالشكل ده. ايه اللي بتقوليه ده يا فريال؟ دول 160,000 جنيه. ان شاء الله يكونوا 160 مليون. خدوا الشر وراحوا يا عبده. هو في اشر من اللي انا فيه ده؟ كان قدامي والشنطه على كتفه وسبته يمشي. صحتك بالدنيا يا عبده. احنا اللي بنعمل الفلوس، مش الفلوس هي اللي بتعملنا. انت اللي بتقولي كده يا فريال؟ صدقني يا عبده، من ساعة ما اشتغلت مع بسيون الحدق ده وانا كرهت الفلوس وسيرتها، وفهمت ان لازم اسأل على البني ادم اللي انا بتعامل معاه، مش اسأل هو معاه فلوس قد ايه. يعني تفتكر يا فريال لو كنا مشينا مشروع المدرسة ده يعني كانت الفلوس ما اتسرقتش؟ كل شيء اسمه نصيب، والفلوس الحلال عمرها ما بتضيع ابدا يا عبده. انا همشي دلوقتي عشان ما تقلش عليك. طيب ابقي اسألي عليا واتصلي بيا يا فريال. من غير ما تقولي يا عبده. ألف سلام عليك. ألف سلام. كان قدامي والشنطة على كتفه وسيبته يمشي. مش ممكن، مش ممكن يا أمل هسيبكوا تعيشوا في الشقة دي بعد ما دخلها حرامي. انتوا لازم انتي واخواتك تيجوا تعيشوا معايا في الشقة الجديدة. ما افتكرش يا ماما ده كان هيبقى رأيك لو كنتي قاعدة معانا في الشقة ساعة ما اتسرقت. يا سلام، وانتي جاية دلوقتي بقى تقولي لي كده؟ لا، أنا جاية أقولك إن أشرف يعرف حاجة ومخبيها. يعرف إيه؟ احنا نزلنا وسيبنا اشرف في الشقه، يعني المفروض انه يكون موجود ساعه ما الحادثه حصلت، وهو لغايه دلوقتي مش عايز يقول هو ساب الشقه وراح فين. طب وهو ساب الشقه وراح فين؟ اشرف لما قال انه شاف بابا في السينما مع زميلته طلب مني ما اسالوش هو كان في السينما مع مين. واشرف بقى كان في السينما مع مين؟ مع واحده ست يا مام. يا حبيبتي اسم الله عليكي وعلى نصيحتك يا بابا. ايه الذكاء ده؟ انا بخاف عليكي تتحسدي يا امل. طبعا ايوه طبعا كان في السينما مع واحده ست، لكن انا السؤال اللي بساله ايه علاقه الست دي بسرقه الشقه؟ اصل في واحده ست حلوه قوي اجرت عندنا شقه مفروشه في العماره، واشرف دايما كان بيطلع عندها. وتشرفك انت يا بنت بالحاجات دي؟ من صلة البواب شاف اشرف وهو بيخبط وبيسال عليها بجنون بعد ما سابت الشقه. انا حاسه ان الست دي ورا عمليه السرقه يا ماما. مش بعيد تكون ضحكت عليه واستعبطته وخدت منه المفتاح وطلعت عليه. عندي معلومات بخصوص حادثة السرقة. انت مش قلت لي قبل كده انك كنت بره الشقة لما الحرامي دخل وسرق الفلوس؟ ايوه، بس ما قلتش لحضرتك انا كنت فين بالظبط. كنت فين يا اشرف؟ كنت في بيت الست دي. ومين بقى الست دي؟ فتح عينك. ايه ده؟ ايه رأيك بقى في ذوقي؟ دي حلوة قوي. انا جبت لك الميدالية دي مخصوص عشان مفتاح الشقة ما يضيعش منك. هو ده بالظبط اللي حصل من ساعة ما ناديه جت العمارة لحد ما سابتها. والصورة دي جبتها منين؟ اخدتها من ألبومها من غير ما تحس. طب قول لي يا اشرف، ناديه لما خدت منك مفتاح الشقه ودخلت بيه الاوضه قعد معاها وقت قد ايه؟ يا دوب دخلت بيه الاوضه وحطيته في الميداليه وخرجت على طول. يعني ممكن قوي تكون حطيته في صابون او قالب صلصال عشان هتعمل عليه نسخه ثانيه. طب قول لي يا اشرف، ما شفتش عندها اي حد؟ لا. وما تعرفش عنها اي معلومات توصلنا ليها؟ انا معايا رقم الموبايل بتاعها. وتفتكر لو كانت ناديه متورطه في حادثه سرقه شقتكم هتكون محتفظه بنفس الرقم لغايه دلوقتي؟ اكيد هتغيره، بس انتوا ممكن تعرفوا من الشركه كل البيانات بتاعتها. طب سؤال اخير يا اشرف، الكلام اللي قلته لي دلوقتي قلته لحد تاني قبلي؟ ها وبعدين معاك يا اشرف، من ساعه ما جيت يا حبيبي وانت قاعد ساكت ما بتتكلمش. ده انا قلت ان احنا هنبقى قاعدين بعيد عن بابا وتتكلم معايا براحتك. عايزاني اتكلم اقول ايه يا ماما؟ قول لي يا حبيب ماما، ايه اللي مضايقك؟ انا عرفت ان انت بقالك كام يوم يا ضنايا قاعد لوحدك وسرحان ومش عايز تتكلم مع حد. طب وانت عرفتي المعلومات دي منين يا ماما؟ ده انت من ساعه ما اتطلقتي من بابا وانت ما بتقعديش معايا 5 دقايق على بعض. مش مهم عرفت ازاي، المهم ان انا عرفته خلاص. قول لي بقى يا قلبي، ايه اللي مضايقك؟ لا اله الا الله. طب بلاش تقول لي ايه اللي مضايقك. اشرف انا امك يا حبيبي ولازم سرك يبقى معايا انا. قول لي بقى، في حد في حياتك ومكسوف تحكي لي عنه؟ لا يا ماما، انت ما وعدتنيش على كده، عمرك ما سالتيني عن حد ولا عمرك اتكلمت معايا في اي حاجه. عن اذنك يا ماما. ما تزعليش منه يا سهام، الواد معذور. معذور ازاي بس يا رحاب؟ يعني الحق عليا اللي بعت اجيبه عشان اعرف ايه اللي مضايقه. وبعدين بصراحه كمان كنت عايزه اعرف مين الست دي اللي قالت لي عليها امل. خايفه اتكلم معاكي بصراحه تزعلي مني. خلاص يا رحاب، انا ما بقاش من حقي ازعل من اي حد. يا حبيبتي انت ما بعتيش تجيبي اشرف عشان تعرفي ايه اللي مضايقه، انت بعتي جبتيه لما امل طلبت منك كده، بتحاولي ترضيها يمكن تسمع كلامك وترضى تيجي تعيش معاكي هنا. يا رحاب يا رحاب، انا شايفه الولاد غرقانين في المشاكل، عايزاهم يبقوا قدام عينيا، ابوهم مش داريان بيهم. يا ربي نفسي مره واحده اكذب نفسي واصدقك. يعني ايه بقى يا ست رحاب؟ يعني انا بكذب عليكي؟ انت بتكذبي على نفسك، بتهلك. لو الولاد جم قعدوا معاكي هنا هتقدري تحلي مشاكلهم، وانت اصلا مش عارفه ايه المشاكل دي. أنا من ساعة ما رجعت من أوروبا والعيال غرقانين في المشاكل، أنا ما عنديش وقت أشوف شغلي. مش بقولك إنك بتكدبي على نفسك، أنت نفسك الولاد يجوا يقعدوا معاكي هنا عشان تبقي انتصرتي على كمال، والناس كلها تشوف وتعرف إنك ما قصرتيش في حق أولادك، وفي نفس الوقت خايفة الولاد يقعدوا معاكي فعلاً عشان ما يعطلوكيش عن شغلك. أنا محتارة، أنا محتارة ومش عارفة أعمل إيه ولا أتصرف إزاي. أنا أقولك يا حبيبتي، فكري في مصلحة ولادك وما تعنديش، لأن العند ده هو اللي بيوقع الإنسان في الغلط ويلاقي نفسه دايما غرقان في الحيرة. مش معقول أشرف يعمل كده. ما تنساش يا دكتور إن أشرف في سن حرجة، وهو سهل قوي واحدة زي دي تأثر عليه. يقوم يديها مفتاح الشقة. هي أخدته منه بحيلة وضحكت عليه، وأنا شخصيا ما اتفاجأتش لما عرفت، لأن مواقف زي دي بتمر عليا كتير جدا كل يوم، وأصحابها ولاد وبنات في سن أشرف كده تقريبا. أحمد ربنا يا دكتور إنها جت لغاية كده. أنا شخصيا بحترم شجاعة أشرف إن جه واعترف لي بكل حاجة لما حس إن المعلومات اللي عنده ممكن توصلنا للحرامي. لا أنا مش تغرب له حسبت إنه الولد إزاي يعترف لحضرتك ما تأخذنيش وما يعترفليش أنا. أكيد حاسس بالذنب ومحرج منك. على أي حال يا فندم أنا مش هعاقبه على الموضوع اللي حصل ده، وجايز كمان ما افتحش معاه الموضوع من أصله دلوقتي. عموما احنا اتصلنا بصاحب الشقة المفروشة اللي كانت مأجراها نادية وأخدنا منه كل بياناتها، وده ممكن يوصلنا لنادية نفسها، بس اللي أنا مش متأكد منه إن نادية توصلنا للحرامي. مشاكل. مساء النور يا بابا. في حاجة يا بابا؟ طلبوني النهارده في الاسم عشان موضوع السرقة. في حاجة جديدة ظهرت؟ حاجة ما كنتش أتصور إنها تحصل. معقولة يا أشرف؟ معقولة حاجة زي دي تحصل وما تجيبليش سيرة؟ تعرف واحدة زي دي وما تقوليش؟ بابا أنا حقيقي غلطان. غلطان دي مش مبرر. أنا مش جاي آخد منك اعتراف بالذنب. أنا عايز أعرف أنت غلطت الغلطة دي ليه؟ وإيه مدى علاقتك بالست دي؟ مفيش يا بابا، دي كانت بتذاكر لي. بتذاكر لك؟ أيوه. أوعى وادي أنت تكون فاهم إن أنا راجل ساذج وعلى نياتي، وهصدق إنك أنت كنت بتتسحب في نصاص الليالي عشان تطلع الشقة عند الست دي وتذاكروا سوا. صدقني يا بابا، هو ده اللي كان بيحصل. يا كنا بنذاكر يا كنا بنتكلم. كنت بستريح قوي لما كنت بتكلم معاها. وكنت بتتكلم معاها بتقولوا ايه لبعض؟ كنا بنتكلم في كل حاجه، بس صدقني يا بابا هي بالنسبه لي مش اكتر من صديقه. صديقه؟ طب يا سيدي ما تصادق حد من سنك، من وسطك، من مستواك، مش تصادق ست الهانم رئيسة العصابة. أصل يا بابا كنت بحس يعني إن خبرتها في الحياة كبيرة. طب أهي بقى بخبرتها في الحياة الكبيرة قلبت منك مفتاح الشقة وبعتت عصابتها يسرقوا البيت. بابا أنا آسف على كل اللي حصل. حضرتك تقدر تعمل فيها كل اللي حضرتك عاوزه، بس صدقني يا بابا أنا مفيش بيني وبين الست دي أي حاجة من اللي حضرتك متصورها. أشرف لو أنت محتاج صديقة في حياتك زيك زي أي شاب صادق مفيش ما يمنع، مادام الصداقة دي هتبقى أخوية وبريئة، واللي أنت هتختارها الصديقة دي تكون بنت ناس ومحترمة. ولو أنت محتاج تتكلم مع حد عنده خبرة في الحياة كلمني أنا، كلم جدك أو والدتك، إحنا أقرب من كل الناس ليك، وإحنا اللي نعرف ندلك على مصلحتك. كان لازم تقولي أشرف، كان لازم تكلمني، أنا أقرب الناس ليك. أنا عمري ما منعتك أنت أو إخواتك تتكلموا معايا في أي مواضيع، ده أنا دايما بديكوا الحرية تتكلموا معايا في مواضيعي الخاصة. ليه أنت ما كلمتنيش في مواضيعك الخاصة مهما كانت؟ أشرف أنا مش بقولك كده عشان أصادر على حريتك أو أحط قيود على صداقاتك وعلاقاتك، أنا بقولك كده عشان مصلحتك تهمني، وعندي خبرة أكتر منك بالحياة والناس، وأقدر بخبرتي دي أوجهك للطريق الصحيح عشان تقدر تمشي فيه لوحدك.